السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم نتكلم عن اسم الغفور. الغفور هو اسم يأتي من الغفران، الله الذي يغفر الذنوب جميعا. من داوم على هذا الاسم يغفر ذنوبه، ولكن يجب أن تقولوا مع الاستغفار بإذن الله: أستغفر الله الغفور وأتوب إليه، أستغفر الله الغفور وأتوب إليه. العدد الأكبر هو 1317، هذا هو عدده. من أراد أن يداوم عليه يوميا لغفران الذنوب، أستغفر الله الغفور وأتوب إليه. وفيه عديد من الفوائد، من فوائده نزع الوسواس، يعني من عنده وسواس، من يداوم على هذا الاسم ينزع منه الوسواس بإذن الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.